يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لنستكمل مع حضراتكم بقيه فقراتنا، وهي فقره اخيره بس فقره هتكون مهمه جدا لان احنا هنتكلم من خلالها عن الكثير من الامور المتعلقه سواء بالنادي الاهلي او بمنتخب مصر، وكمان اكيد لازم نمر كده على الانتخابات واليوم الجميل اللي شاهده فرع جزيره للنادي الاهلي يوم الانتخابات بالامس. وطبعا هنسعد بوجود كابتن محمد حشيشي اللي دايما بينورنا. مساء الفل على حضرتك واهلا. صباح الفل. صباح الفل. بعد لسه ما جاتش 12 لسه ما جاتش. صباح الفل. مشيها. مساء الفل. صباح مش الفل. ما احنا ساعات بنشوف بعض بنقول يعني كانت مساء. والله مش ساعات بنشوف بعض بنقول صباح العسل. عادي خلاص. ازاي حضرتك منور ازاي؟ انت عارف فرنسا بيقعدوا يقولوا بونجور بالليل مثلا واحنا ما نقلش عن فرنسا. كابتن حشيش طبعا ما نقلش عن فرنسا طبعا. كابتن حشيش منورنا. ربنا يخليك. ويمكن احنا يوم الانتخابات كنا مع بعض طول الوقت. دي حقيقة. ده كان يوم حلو قوي. اجواء جميله، ويعني كنا لسه بنحكي في برضو بدايه الحلقه الاعمار كلها كانت موجوده، يعني بجد لسه مولود والله العظيم 80 سنه وماسك العلم وبيعمل كده حاجه جميله. وحتى كابتن الخطيب كله بيسلم عليه وهم احنا واقفين يعني مكان ما مفروض يعني نقف مكان بتاعنا جوه اللجنه، والناس معديه كله بيسلم. صح. اطفال كبار عواجيز رجال ستات كل الناس. الله يكون في عونه يا هوند بصراحه. كم صور غير عادي. وعمره ما بيكسف حد على فكره، عمره ما بيقول لحد لا. فكان يعني يطلع بس في المبنى الاجتماعي يستريح شويه ويرجع تاني لان الوقت كمان طويل. وهو خلي بالك برضه من قبلها بفتره المؤتمرات والزيارات وكده. يعني انا شخصيا بس دي ضريبه المحبه بقى هنعمل ادي الله وضع حكمته يعني فعلا لا فيها اجهاد كبير. انا كنت معايا يمكن في نقابه المهندسين قبلها باربع خمس ايام برضو بنعمل جوله هناك وكده. فبص في كل مكان الكابتن خطيب مع حب غير عادي من ربنا بقى حاجه كبيره يعني. كانوا لسه عملوا الاغنيه دي اللي هي بيبو بيبو الله ياخد بحبها. لا شفتي قبل النتيجه كمان ما بعد يعني هم بيفرزوا الناس بقى اتجمعت وقعدت بقى الاغاني كلها. ده فضل بالليل. ده مش على فكره ده مش بيحصل في كل النوادي. الناس تفضل قاعده مستنيه النتيجه دي. مش واضح ان كان في روح استثنائيه في اليوم ده سواء للي حضروا او للي شافوه من خلال وسائل التواصل او انا عايز اقول لك حاجه بصراحه، يعني غير الحب الغير عادي للكابتن الخطيب طبعا كاسطوره يعني كرويه واسطوره دلوقتي خلي بالك في الاداره يعني طبعا. الناس حتى اللي بعيده عن فرقه الكوره شافت انجازات خلال الاربع سنين. صحيح. يعني عدت وتخطت البرنامج الانتخابي بتاعهم. يعني في الغالب مجالس الادارات لو حققت 60 70% من البرنامج الانتخابي تبقى حاجه عظيمه طبعًا. انما لما تتخطى كمان البرنامج الانتخابي في حاجه كبيره جدا، وده اللي مخلينا بقى طمعانين من مجلس الاداره ده ان هو باذن الله الفتره الجايه بقى مزيد من الانجازات والحاجات اللي ما يعني اللي بداوا فيها تستكمل، وخصوصا طبعا الاستاد الاهلي هو حلم طبعًا الملايين يعني طبعًا. طيب نروح بقى مع حضرتك على النادي الاهلي وتصدرنا لجدول الدوري ب 18 نقطة حتى هذه اللحظة والعلامة الكاملة زي ما بنقول قبل فترة التوقف، يعني أكيد حاجة لطيفة وتدي دافع للي جاي. بص يا كريم، تحس إن في السنة دي الموسم في تغيير. الأهلي من أول مباراة وهو فارض شخصيته بكامل قوته، التدعيمات اللي حصلت قبل كده والناس اللي جت من الإعارات أثروا فعلا فرقة النادي الأهلي وما حسسناش بإن إيه يعني. أنت أنا عايز أقول لك إن في لعيبة كانت مصابة أنت مش حاسس بيها وما حدش بيتكلم عليهم. الناس كانت بعيدة زي مثلا كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات كان فترة في بداية الدوري كان بعيد، إنما أنت مش حاسس. أنت في ناس على مستوى عالي وكل مركز فيه لعيبة كبار فأنت مش حاسس، غير كمان إن أنت بتكسب بسكور الأداء. الاداء طبعا. كويس جدا واداء عالي جدا جدا وتحب تتفرج على النادي الاهلي. يمكن السنه اللي فاتت كنت وانت بتتفرج انا هوند ايه قلقانه ربنا يستر انما انت النهارده بتقول انا عايز السكور كام بقى. أيوة. انا عايز اتفرج على اجوان وعايز طبعا. وعايز صحيح احنا عندنا لسه مشكله بسيطه جدا، حكايه الاهداف اللي بتيجي فينا دي يعني في غفله من الزمن بتتظبط، انما كويس حته ان انت بتسجل وتسجل كتير عشان ما يعني ما تحطش موقف بايق لغايه الاخر تلحق او ما تلحقش. فالحقيقه المجموعه كبيره وده اللي هيقوي المنافسه بين اللعيبه، يعني التواجد اكثر من لعيب على مستوى عالي في مركز واحد ده بيقوي المنافسه. صحيح. واللعيبه اكيد من خلال الماتشات اللي فاتت دي حست
ان اللي مش هيأدي في الملعب كويس ممكن الماتش اللي بعديه بره. طبعا فدي برضو حاجه كويسه وربنا يحميهم. ودي استراتيجيه حلوه على فكره. طبعًا. اعتقد كيروش نفس الفكره، نفس المدرسه، مفيش مجاملات، مفيش فكره ان انا استحملك مباراه ومباراه تعوض لي فيها، يعني نفس النهج بتاعي. هو لو هنتكلم طبعا على بس انا عايز اتكلم برضو على تكمله النادي الاهلي برضو. احنا لسه في ملف النادي الاهلي، انا بس بدي مثال لكيروش. تمام. على كل حال خليني اروح برضو واخد من كلامك. طيب لو انت شايف كده الاداء افضل كمان هذا الموسم، ايه اكتر مباراه شايف فيها اداء ونتيجه لحد دلوقتي الافضل للاهلي؟ والله بصي كل المباريات انا شايفها حلوه وكلها يعني مختلفه عن بعضها. طعم مختلف. ماتش كمان الاخير بتاع سموحه طبعا من الفرق القويه ومعاهم مدرب مدير فني كويس. النادي الاهلي تحس ان هو مالك الملعب وفي اهداف وغير يعني احنا غير الاهداف كمان اللي بتضيع في اداء في اثبات لنجاح الطريقه اللي ابتكرها موسيماني اللي هي 3 4 3 مصمم ان هو يلعب بيها وبتدي انا شايف انها بتدي مرونه كمان للفريق وللعيبه في الملعب وفي تحرر كامل بالنسبه طبعا للخط المهاجمين وبتدي اريحيه كمان للاطراف الباكين سواء اكرم او علي معلول ان هم ينطلقوا بسهوله ما يبقاش وهو طالع بيفكر 100 مرة عشان برضو مكانه أو لو حد سريع بيلعب عليه خايف في الهجمات المرتدة. طبعا. وجود الثلاثة اللي ورا دولت مع الديفندرات الحقيقة أنا شايف إن الطريقة يعني جميلة وما تقدرش تقول مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا. صحيح. حتى الديفندرات بتاع نص الملعب إذا كان ديانج ولا السولية التبادل بتاعهم في الهجمات يعني شفنا إحنا السنة اللي فاتت كان ديانج متمسك بالحتة اللي هي اللي تحت اللي قدام المساكين وما بيطلعش كتير دلوقتي بينطلق وبيروح بكرة لما يشوف مساحه فاضيه بيخش فيها وبيجيب اهداف. ماتش الزمالك طبعا شفنا هدفين روعه. طبعا الحقيقه لا يعني انا شايف كمان المستوى الفني على مستوى الفرديات كمان عالي يعني في لعيبه بدا الموسم بشكل كويس. حسين الشحات كان غايب فتره كبيره ابتدى يرجع. حتى الصفقات الجديده بيرستاو متالق يعني لو هنتكلم لسه ناس ما شفناهاش يعني لسه في كريم نزل شويه الماتش اللي فات عمار لسه ما نزلش خالص تخيلي عمار يعني من احسن لعيبه في الموسم اللي فات في الدوري السنه اللي فاتت السنه دي لسه ما خدش خالص راجل لسه قاعد طاهر محمد طاهر كهربا يعني تخيل انت الاسماء اللي على الدكه ودي اللي مقويه الدكه وبتدي برضه قوة للفريق ما يكون فيه دكة قوية يعني. أكيد. طيب عايزين نروح بقى مع حضرتك لفكرة ومبدأ التوقف الدولي. هل هو يعني شيء مفيد من زاوية إن المدير الفني بقى يركز أكتر مع لعيبته لو في عنده أي حاجات محتاجة تتظبط يظبطها ولا هي شيء مضر من منطلق إن أنت وقفت سخونة اللعيبة لفترة فبالتالي شيء من الشغف بيروح مع التوقف ولا هي نقدر نقول إن هي سلاح ذو حدين؟ هي سلاح ذو حدين. انت لو هنتكلم على النادي الاهلي يعني المعسكر اللي هيتعمل اللي رايحينه ده طبعا معسكر مفيد جدا جدا لان في لعيبه لسه جديده على النادي الاهلي ولسه ما خدتش الفرصه زي مثلا زي ما قلنا عمار وزي حسام حسن وزي كريم وبعض اللعيبه محتاجه انها تنسجم مع الفريق ومحتاجه طبعا. انها تاخد مباريات لان التدريب لوحده مش كفايه اكيد مش كفايه وفي نفس الوقت برضه المباريات الوديه اللي بتتعمل هنا بتبقى مع مستويات اقل فما بتكسب 8 وبتكسب 9 مش هي دي اللي تخلق المستوى. فاعتقد المعسكر اللي رايحينه متفقين على كم مباراه مع فرق قويه دي هتدي فرصه ده هو يوم 6 الشهر الجاي في الامارات بالظبط كده فهتدي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش انها لا تلعب وتلعب ماتشات قويه بحيث انها برضو ترجع لان القعده على الدكه او خارج السكور مهما كنت لعيب كويس هو المستوى الفني والاداء بيعلى من المباريات والمنافسه الفعليه يعني. صحيح. فده جانب كويس بالنسبه للفريق. كذلك موسيماني خلي بالك السنه وشويه اللي جه فيهم النادي الاهلي ما كانش عنده اوقات كتيره فاضيه انه يقدر يعني يدي الفكر اللي عنده للعيبة كان تلاحق مباريات طبعا. مباريات مضغوطة حاجات ما بيلحقش يدي حاجة ده بعض الأحيان بين المباراة والمباراة استشفى وبس
وانزل 4-2 في النص. حصل يعني حصل كتير. حصل. اعتقد انه برضه فرصه كويسه المرات القليله اللي هياخد فيها فتره كويسه تدريب ومباريات وديه، فدي ممكن انها يعني برضه تنفع النادي الاهلي. الجانب السلبي شويه بقى هو مباراه الدوري، ما بيبقى فرقه ماشيه كويس وسكور واداء وعلامه كامله، ما تيجي تقطع الحته دي و يعني تريح شويه بتبقى مشكله بالنسبه للفرق. وبعدين مشكله كمان ان انت دلوقتي مش حاسس بيها، انما بعد رجوع الدوري تاني وبعد التوقف التاني بتاع ممكن ناخد وقت على ما نرجع تاني، هنرجع للضغطه بقى بتاعت السنه اللي فاتت وهتبقى مشكله. بس احنا عاملين حسابنا الحمد لله السنه دي زي ما قلنا في كم اللعيبه اللي موجوده طبعاً. عندك يعني صف اول وصف تاني وفرقتين ودكه قويه، فدي ان شاء الله تقدر يعني تضيع الحته اللي احنا بنتكلم عليها. هو موسيماني خاسس ولا انا بيتهيألي؟ هو ممكن يكون خاسس شويه بضغط المباريات. لا من الفكر. والله فعلا باين عليه جدا. لا خاسس شويه. طيب خليني اروح معاك بقى لكيروش، نروح للمنتخب شويه. كان ليه مؤتمر صحفي امبارح وفي بعض التصريحات اللي اتكلم عنها لما الصحفيين سالوه باستبعاد بعض اللعيبه عن غيرهم، لما اتكلم عن لا انا بشوف وجوه جديده، احنا لسه بنبدا، حاجات زي كده برضو اكيد كل حاجه ليها رساله طبعا. خليني اروح معاك للمؤتمر الصحفي، شفت ايه اهم النقاط اللي اتكلم فيها لو تابعت امبارح، وفي طبعا. نفس الوقت النقطه اللي احنا ربطناها بينه وبين موسيماني ان مفيش مجال هنا لان انا ادي فرصه ثانيه لحد ما اداش في مباراه حتى واحده. بصي هو الراجل يعني اول حاجه لازم نعترف ان هو راجل صاحب سي في قوي، واحنا اخترناه يعني احنا اخترناه بنفسنا، تعالى امسك الفريق بالسي في القويه بتاعتك. احنا عندنا في مصر اصل يعني الاراء دايما بتبقى مختلفه ومحدش بيعجبه حاجه، يعني عارفه الناس بتقعد في تسرع في بعض الاحيان، في تسرع على يعني. طول اول ما ياخد مثلا واحد من الناحيه الفلانيه والناحيه الثانيه ما خدهاش يبدا المعسكر الثاني ده يتكلم ويبدا الاعلام بقى بانتماءاته يتكلم وكده. احنا لو قعدنا احنا الثلاثه دلوقتي نختار تشكيله منتخب هتطلع مختلفة احنا التلاتة، صحيح، لأن كل واحد شايف اللعيب من وجهة نظره أو من أدائه في فترة معينة أو بيحبه أو هو الراجل شايف من فوق والراجل عايز يشوف واضح أكبر كم من اللعيبة، فبيدي فرصة للاختيارات كتيرة، ودي حاجة كويسة برضو بالنسبة للعيبة إن أنا كريم ما أحس إن أنا لعيب يعني مش معروف أو أدائي يتحسن في مباريات، إن أنا عندي أمل إن أنا تاخد دي كويسة بالنسبة للعيب، إن أنا ما بقاش زي الاول هم 25 يدخل عليهم واحد ويخرج واحد بس، دي بتدي يعني بصراحه ثقه للعيبه، بتزود من اداء اللعيبه. هو الراجل بيقول لك في المؤتمر امبارح ان انا يا جماعه احتمال يبقى كاس العالم كل سنتين، فانا دلوقتي في اعمار كبيره عندي في الفرقه فبحاول اجيب الولاد الصغيرين ياخدوا خبرات من حاجه زي مثلا الدوره البطوله العربيه دي، يقدر ياخد بطوله، صحيح انها يعني مش تحت مظله الفيفا انما بطوله برضو هنقابل فيها فرق زي لبنان والسودان والجزائر عشان امم افريقيا بالظبط يعني كده، فممكن يظهر لك حد ما كنتش انت متوقعه يعني تلاقي طفره في لعيب يفيدك. لازم برضو طبعا لما نوصل لكاس العالم، صحيح كاس العالم مش بعيد قوي بس برضه هو عامل حسابه ان لازم تبقى لعيبه رجلها في الملعب وخلاص خدت الخضه بتاعه المنتخب، يعني ممكن يبقى لعيب كويس قوي في الدوري المحلي وعامل اداء جامد قوي، تيشيرت منتخب مصر بقى والضغوطات والدنيا كلها مش جمهور اللي بيتفرج عليه، ده الدنيا كلها بتتفرج عليه ممكن ما يستحملش، وهو بيأقلم اللعيبه من دلوقتي وبيحط يعني بيوسع الدايره قوي بتاعه اللعيبه هتنفعه في الاختيارات اللي جايه. بس اللعيبه اللي هو بيختارهم دول يثبتوا جداره، هو في الفتره الاخيره في شويه ناس كان عندها شيء من التحفظات على نوعيه او كواليتي اختياراته، تمام، يمكن ظبطت معاه الى حد كبير في حاله مرموش، تمام، ومرموش كان من الناس اللي هي منسيه وده حاله استثنائيه لانه بيلعب بره واخي يعني احسن ناشئ صاعد بره طبعا. في المانيا فدي هو لعيب مميز واثبت جداره الحقيقه من طبعا. اول ما حط رجله اللعيب الحلو بيبان صحيح. بيبان من اولها صحيح. بس برضه ده ما منعش ان الناس يبقى
بيبقى عندها شيء من علامات التعجب والاندهاش من اختياراته، وبيقولوا ايه طب تعالوا نتعامل مع كيراش من منطلق ان بطوله كاس العرب هي البدايه الحقيقيه لكيراش مع المنتخب، وقاعدين بقى مترقبين ومستنيين. بص هقول لك حاجه كريم، هو طبعا يعني الراجل مش زينا اكيد، يعني احنا عايشين في البلد شايفين اللعيبه دي على الاقل مثلا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا طبعاً. فمكونين فكره بالنسبه لهم وعارفين الرسم البياني بتاع كل لعيب حتى لو مش في النادي الاهلي او نادي الزمالك. طب. انما الراجل برضو جديد، يعني حتى وان كان شاف بعض الفيديوهات مش كافيه انه يشوف اللعيب اكتر من مره، فهو برضو يعني بالنسبه له برضو العمليه صعبه شويه. بياخد راي طبعا اكيد الاجهزه الفنيه، ولو ان انا اعتقد ان هو بيتصرف من دماغه، يعني من نوع اللي اسمع لي كويس على بس بس انا بتصرف من دماغي. احنا هننتظر ونشوف، لان انت ما عندكش البديل. انت الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها دلوقتي انك لازم تدعم، يعني ونستنى شوية في الكلام لغاية احنا كجماهير يعني ندعم طبعاً طبعاً جماهير واعلاميين لازم، لان المرحلة مش يعني مثلا لا قدر الله البطولة العربية حصل كده ولا كده، برضه انت هدفك الاعلى، انت مش هدفك بطوله عربيه. والناس بتبقى خايفه بقى يا كابتن حشيش يقول لك يعني انت ما وصلتش لحاجه في البطوله العربيه، داخلي على امم افريقيا وبعدين تخش لي على المونديال. يعني الفتره دي كلها اسمها، لان هو الراجل برضه بقى له قد ايه يا جماعه، فهي الفتره اللي جايه دي هي فتره الاعداد، يعني فتره الاعداد من ضمن الاعداد بتاعه بطوله العربيه. يعني في ناس كتير كانت قالت ايه طيب ما يستنى تودي مثلا المنتخب الاولمبي زي مثلا السعوديه ما هتعمل، وانت يعني اعمل ماتشات مثلا على مستوى عالي، اتفق مع فرق قويه مدارس مختلفه تنفعك في البطوله الافريقيه. كل واحد وله فكر اكيد، يعني انت فاهم ازاي، والا ما كناش جبنا بقى مدرب وكنا قعدنا بقى لجنه عملنا كونسولتو كده وقعدنا مع بعض وشفنا الاغلبيه وعملنا الكلام ده. فهو الراجل والله هتاخد احلى فكره واحلى خطط مليون في الميه وشغل عالي. بس ال 11 مين اللي هيلاعبهم بقى؟ والله هيحصل ضرب بعد كده. بس انا لفت نظري حاجه، ولو تتفق او تختلف معايا يعني قول لي رايك بصراحه. قولي. مش هزعل. قولي. امبارح المؤتمر الصحفي لكيراش بيتكلم عن منتخب مصر، يعني بيتكلم باسم منتخب مصر. لما يبقى المترجم كابتن محمد شوقي مش غريبه شويه ان انا ك يعني منتخب ما عنديش مترجم؟ انا بصراحه ما عجبتنيش. انا معاكي، لان برضو الناس اللي عارفه لغه وكده يعني برضو حاسه في بعض مش دوره، مع احترامي حتى لو انا دارس لغه، حتى لو الانجليش بتاعي فلوينت، حتى لو انا اداب انجليزي طبعا. وبعدين عايش في امريكا هو مين المتحدث الاعلامي في المنتخب؟ مش عارفه مين المتحدث الاعلامي يعني بصراحة. ده اي منتخب في العالم طبعا لازم له متحدث اعلامي، وبيبقى بالمناسبه هو اقرب حاجه ده المترجم إيه لحد يعني ما يكون اللي هو يعني لحد ما يعني انا شايفه ان لابد بصراحه لان في حاجات طبعا مترجم. بتجري لان برضو يعني ممكن هو كتر خيرهم بس مش دورك يعني مش هو انت عارفه منك. هو دي تنفع اثناء الماتش وفي الملعب، لان الجهاز الفني انا بتكلم صحفي وبيتصور طبعاً. ويعني محطات واذاعات وصحف مختلفه، اصل في كلمه ممكن تترجم غلط او ما تتقالش حرفيا بتغير المعنى اكيد بتغير المعنى خالص 100%. يعني فلازم يعني يبقى كمان حد عنده القدره. احيانا انا برضو لما ابقى مترجم لكريم واحس ان كريم مثلا في حاجه قالها في الجو بتاعنا احنا في مصر ما تمشيش، ممكن ايه احسنها بطريقتي او اعدي من عليها، يعني دي مهمه جدا جدا ان انا فلتر برضو الكلام، لان في كلام ممكن يتقال بره عادي ما يتقالش هنا، في صراحه زياده عن اللزوم ما تتقالش طبعا. يعني انت فاهمه ازاي عشان الحساسيه، فلازم يكون فعلا في حد على مستوى يقدر يعني يوصل الحته دي. عموما خلينا نقف عند النقطه دي ونستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. عودة العشرة الصبح في الأهلي، وضيفنا اللي منورنا كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق، وحديث بنروح وبنيجي من خلاله على المنتخب المصري وعلى النادي الأهلي. اتكلمنا من شوية قبل الفاصل عن تفاصيل كتيرة متعلقة بكيراش والمنتخب، تعالى نرجع بعد إذن حضرتك للنادي الأهلي واسألك على فكرة إن أنت ساعات بتشوف مباراة للنادي الأهلي فيها غزارة تهديفية، فيها أداء قوي جدا، فيها تماسك ملحوظ لكل الفريق، والمباراة اللي بعديها ممكن بالعافيه او على استحياء تجيب جول وانت الماتش اللي قبل منه جايب 4 أو 5.
ده اتكرر كذا مره، هذا بيكون ليه علاقه بطبيعه المنافس اذا كان بيلعب جيم مفتوح ولا تكتل دفاعي ولا تغيير موسيماني لخطته ولا ايه الحكايه؟ لا هو له علاقه مباشره بالمنافس. انا بيجي لي منافس بيتكتل على ال 18 والفرقه كلها كل ال 10 لعيبه بترجع في نص ملعبها وتعتمد يعني على استحياء على هجمات المرتده، فالمساحات ضيقه والموضوع صعب طب هنا في مساحه للمهارات الفرديه واللعيب اللي عنده قدره اختراق. انت برضو المساحات اما بتضيق قوي كريم بتبقى برضو يعني في اللعيبه في النادي الاهلي عندها يعني نوع من انواع المهارات، انما طبيعه لعب النادي الاهلي لو تحس ان هو استحواذ وبيلعب على الاطراف وبيلعب في المساحات وبيلعب الخطه مبنيه على كده، فلما تيجي انت تعمل التكتل الدفاعي ده بتحد، بتقدر انت بقى يعني الاجوان حتى اللي جات ممكن تكون الكور ثابته شوطها من بره كده، انما لما تيجي تلاعب مثلا فريق زي الزمالك راجل منافس وجيم مفتوح شفت انت خمسه واخد بالك ازاي؟ اما تلاعب سموحه نفس القصه صحيح. يعني احمد سامي لعب مع النادي الاهلي لعب مفتوح ما فضلش قاعد عجبني خمسه ما فضلش قاعد ان هو بقى يعني يبقى ورا ويلعب على هجمات، لا كان فاتح الملعب ويلعب عشان كده السكور كان زياده. فهو الحقيقه هي دي بس اللي بتفرق، هو الغرض الاساسي طبعا في الاخر سواء من فرقه كبيره او فرقه صغيره هو الثلاثه بونت طبعا، وبالتحديد في البدايه عشان تعمل الفارق اللي هيريحك ان شاء الله يعني على نص الدوري او لما المباريات تبقى مضغوطه. يعني ماذا يحدث مع حراس المرمى في المنتخب؟ قال لك ايه الورطه دي؟ ايه الورطه اللي انت ورطتها لنا دي؟ ده هنختم بيه بقى. نتكلم في السياسه احسن. يعني اجابه سريعه. بصي هو يعني اختيارات و يعني انا مش لاقي لها حاجه، يعني انا دايما بقول ان المركز الوحيد اللي في الملعب لازم يبقى ثابت على الاقل الراجل الاساسي والراجل الثاني على طول والثالث ده اللي بيحصل فيه تغيير. وخصوصا ان الفترات الزمنيه مش طويله قوي ان في حد من الحراس مستواه اتغير، ده ما فيش، فلما تحس ان كل مره في قصص كده برضو هنرجع نقول الكلام اللي قلناه في البدايه اختيارات، واحنا قاعدين نقول ايه طيب حاضر، عارفه كل شويه نقول حاضر موافقين طيب لغايه ما ايه ما نشوف. فانا اعتقد ان هي معاك يا كيرو، عارف احنا معاك يا كيرو بالظبط كده لغايه الاخر يا عم كيرو، هنفضل بقى لغايه الامم الافريقيه، هو ده المحك المظبوط اللي الناس مش هتقدر تسكت يعني بقى ساعتها. تسكت لان بعدها المباراه الفاصله دي طبعا. سواء لسه في تفكير انه يعملوها ماتش واحد او ماتشين دي لسه سواء كده او كده فالموضوع صعب، فهو المحك الرئيسي هو امم افريقيا، بعد كده هتبتدي بقى الحاجات تبقى صعبه. عندنا وقت وحضرتك موجود واحنا موجودين هنروح فين والناس قاعده يعني. نورتنا يا كابتن حشيش، سعدتنا بوجودك، مشكورة جزيل الشكر. يعني كالعاده والله كلنا مبسوطين وفقره جميله بوجودك. احنا كده الحلقه النهارده خلصت، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.